اللعب والمرح، هذه المظاهر التي غابت عن شوارعنا ومنتزهاتنا بفعل الجائحة تعود مع بدء تخفيف قيود الحجر الصحي، واضعة تحديات ومخاوف أمام الآباء والأمهات، وضع يزيد من تعقيده غياب استراتيجية واضحة تجاه الأطفال. كمامات بألوان وأشكال بسيطة لا تثير ولا تناسب حجم ووجه الأطفال. كأب واجهنا مشاكل كثيرة في زمن كورونا، خصوصا مع الكمامات ديال الأبناء ديالنا، حيتاش ما كايناش حجم مخصص لوجه الأطفال، بما أنه جميع الكمامات المتوفرة كاملة في حجم ستاندر غير على وجه الأبناء ديالنا. خرجت ولادي هاد الصباح هذا بلا كمامة حيت ما لقيتش الحجم اللي قدهم، والكبيرة اللي كاينة كتبقى تهول ليهم، ما كتجيش قدهم وكتخنقهم، وعاد كتزول ماشي يعني بحال ما عاملينهاش. قالوا بأنه كاينين عندي خياطة كيخيطوهم، الحق واش كيتوفروا على هذوك لي نورم ديال الوقايه ولا لا ما عرفتش. تناسب حجم الكمامه ووجه الاطفال امر يؤكد على ضرورتها الدكتور مولاي سعيد عفيف، اختصاصي اطفال والرئيس الشرفي للجمعيه المغربيه لطب الاطفال. كطبيب اطفال اؤكد على ان الكمامات غير ضروريه عند الاطفال دون السادسه من العمر، كما اكدت عليه الجمعيه العالميه لطب الاطفال، ولكن هي ضروريه عند الاطفال ما فوق السادسه، والكمامه يجب حسن استعمالها، ويجب أيضا أن يكون لها مقياس خاص بالأطفال. هذه الكمامات المخصصة للأطفال غير متوفرة في السوق بالشكل الكافي. وللإشارة، فالجمعية الوطنية لطب الأطفال كانت سباقة عبر مراسلات رسمية للحكومة أو بلاغات للرأي العام، أن دعت إلى ضرورة الانتباه لخصوصية الأطفال في هذه الوضعية الاستثنائية، والعودة إلى المدارس ليست ببعيدة عنا.